pas accepté de faire un stage de merde. Je peux pas tuer les autres. أبو غلام أبو عبد الله خريج جامعة غليزان، متحصل على مشروع التنظيف والصيانة والتطهير كمؤسسة ناشئة نقوم بالتنظيف في كل المجالات. تحصلنا على مشروع لمدة سنة في إطار لونساج، لكننا لم نتحصل على أي مشروع من أي إدارة، ولنا كل الأفكار والمشاريع التي سنجسدها في الميدان، لكن لم نرقى بأي مساعدة. أنا لم أتحصل على أي مشروع لحد الساعة. نشكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي قام بإنشاء وزارة لنا في مجال المؤسسات الناشئة. نطالب إن شاء الله هذه الوزارة بمرافقتنا، ولنا أفكار جد عالية في هذا المجال، ونحن هنا لمجال العمل.